السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الطب البديل عبد الله عطار. هنتكلم النهاردة في فيديو مهم جدا عن بعض الخرافات والخزعبلات المنتشرة وذات في مجال المس والسحر واللبس. بس الأول قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أحب أشكر أسرة الطب البديل وكل الناس اللي موجودة معانا واللي كانت موجودة معانا قديمة واللي لسه موجودين معانا إن شاء الله، والناس اللي لسه جاية جديدة معانا بنفكركم بالاشتراك في القناة واللايك والشير علشان نكمل ونوصل ال 200 ألف اللي هو التارجت اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله، وبيكون معاكم ان شاء الله هنوصل ل 200 ألف واكتر من كده ونوصل مليون ان شاء الله. فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الخرافات والخزعبلات المنتشره ما بين الناس. هنقول بعض الخرافات اللي هي منتشره اللي هي متعلقه بمجال المس والسحر، وبعض الخرافات اللي هي منتشره ما بيننا في الحياه اليوميه العاديه. الأول هنبدأ بعض الخرافات المنتشرة في مجال المس والسحر واللبس. من الخرافات أو الخزعبلات المنتشرة جدا إن واحد يقول لك مثلا هنعمل حاجة اسمها مصالحات. هنعمل مصالحات دي إزاي؟ بيقول لك هنجيب شوية ملح وهنجيب عيش أو هنجيب فرخة أو هنجيب أي أكل معين. الكلام ده كله بيتقال طبعا وبيتحط على في مكان مظلم، وممكن أنت تنام في مكان مفيش حد معاك خالص، مكان مظلم في أوضة ضلمة مفيش حد موجود معاك فيه. والحاجه دي بتسيبها لحد الصبح، الناس بتقول لك انا صحيت الصبح ما لقيتش اي حاجه موجوده، والناس بيقول لك لقيت جزء متاخد منها. ده بيعمل حاجه اسمها مصالحات مع الجن، والكلام ده اتكلمنا في فيديو قديم عنه عن نوع من انواع المصالحات اللي بتحصل، ودي طبعا من الخرافات الموجوده منتشره جدا متعلقه بمجال المس والسحر واللبس. في بعض الخرافات الثانيه برضو المشهوره جدا ان واحد يقول لك تدفن جزء من الرصاص، قطعه معدن من الرصاص، وبيتكتب عليها كلمات غير مفهومه، هتشوفها في الصور موجوده معاكم، طبعا شفناها عند حد، كنت حد موجود عنده، وبعدين بيقول لي في حد جالنا وطلب مننا 4 5 قطع من الرصاص وكتب عليهم كلمات، هتشوفها في الصور اللي موجوده معانا هنا، والحاجات دي بتبقى مكتوب عليها كلام غير مفهوم، بتتحط في اماكن متفرقه من البيت، طبعا الاشياء دي كلها ما انزل الله بها من سلطان. لازم نبقى متفقين ان اي شيء ما ذكرش في القرآن او السنة ده يبقى شيء ما انزل الله به من سلطان، ودي تبقى خرافات وخزعبلات زي ما احنا بنقول، لازم نبتعد عنها لانها بتبقى فيها ضرر بعد كده كبير جدا. الكلام ده حصل على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ما بينزلوا او العرب عامة ما كانوا بينزلوا باي وادي غريب او اي وادي بعيد وهم بيستريحوا فيه علشان يكملوا السفر، فكانوا بيستعينوا او بيستعيذوا باباطرة وقادة الجن وكبراء الجن، بيستعيذوا منهم: نستعيذ بكم يا كبراء الجن او يا سكان هذا المكان، الا يكون لكم علينا سلطان، الا يؤذينا صغيركم، الا يؤذينا سفيهكم. دي كانت اقسام كانت بتقال اول ما حد من العرب او من الصحابة زمان كان بينزل اي وادي عشان يستريح فيه وهو مسافر عشان يكمل السفر بتاعه. طبعا نزلت فيها الآية انه كان رجال من الانس يعيذون برجال من الجن فزادوهم راقة. كانت دي كانت سبب نزول الآية دي. طبعا الموضوع ده مشهور جدا. من الحاجات برضو اللي مرتبطة بنفس الآية اللي احنا بنتكلم عليها، اي حد بيدخل اي مكان غريب يقول دستور، طبعا يعني بيطلب ان هو الاذن من الجن اللي موجود، او بيطلب العفو، او بيطلب الرحمه من الجن اللي موجود في المكان، ايا كان المكان ده منزل او ارض او ايا كان المكان. طبعا الحاجات دي كلها حاجات خاطئه جدا، لان الاشياء دي بتخلي الجن بيطغى علينا، زي بالظبط هنقولها بالبلدي كده، زي ما يكون انت بالظبط انت اقوى من شخص معين وبتقابله في الشارع بتروح واخد جنب منه، بتبقى خايف او تاخد جنب منه او بتتلاشاه، طبعا ده بيديله قوه اكبر من قوته ويديله سلطان عليك بعد كده يزيك، فلا ترمنا الا نفسك. من بعض الحاجات المشهوره جدا في الخزعبلات والخرافات اللي احنا بنعملها، واحد يقول لك في المدخل البيت هندفن عرسه، او اعزكم الله مثلا فاره وعرسه، بالذات المشهور جدا عرسه، يقول لك ندفن عرسه وبص الخير جالك، ولا هتدخل جن ولا هتدخل اي حاجه تاذيك، وهتلاقي الرزق والخير جالك من كل ناحيه، وكان سبب اباده عرس كتير جدا. طبعا الموضوع ده طبعا موضوع محرم وموضوع ما انزل الله به من سلطان. طبعا اي شيء يذبح حتى لو كقربان او اي شيء يذبح للشياطين او لغير الله فهو شرك بالله، فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي.
كذلك برضو احنا برضو لازم يبقى عارفين كويس لما نروح لاي حد معالج وبيطلب مننا حاجات غريبه زي كده، لازم نبقى متفقين ان في قاعده شرعيه بتقول ان اي شيء ريحته كريهه، الريحه الكريهه دي بتطرد الملائكه وبتجلب الشياطين، وبالعكس طبعا لو شيء ريحته طيبه او شيء طيب ايا كان، ان هو مثلا ذبح او روائح او اي شيء، لو شيء طيب فهو بيجلب الملائكه وبيطرد الشياطين. فلازم ناخد بالنا جدا من الحاجات دي. في حاجات كتيره جدا احنا ممكن ناخدينها كعادات من الاباء والاجداد وبنتوارثها، ولكن احنا مش عارفين ان هي فيها حرمانيه او ان هي ممكن تتسبب في اذى كبير جدا لينا، وللاسف ممكن يكون هي سبب اذى كبير واقع علينا. واحد يشتكي ان ابنه او بنته او مراته او ان مفيش راحه في البيت او مفيش رزق بسبب عاده خاطئه هو بيرتكبها، وهو مش عارف ان الموضوع ده ليه سبب كبير جدا في الاذى اللي هو واقع عليه. في بعض الناس، في شخص من الاشخاص رحت له كان في احد المرات، كانت جلسه علاج، فاثناء الجلسه انا حاسس بحاجه غريبه في البيت يعني انا، فتوقفت كده قلت له انت في حد جالك هنا قبل كده قرأ على الحاله؟ فقال لي بالفعل في حد جه. قلت له طيب الحد ده قايل لك على حاجات معينه تعلقها او؟ فالمهم راح قال لي فعلا هو قايل على حاجات عاملها في البيت موجوده في انحاء البيت كله. قلت له الحاجات دي عباره عن ايه؟ دي من الحاجات المشهوره جدا لازم ناخد بالنا منها جدا، هي الحدوه بتاعه الحصان. يقول لي اتفاجئت ان هو حاطط في الحوائط كلها، في كل حيطه من الحوائط حدوه بتاع حصان، هو اللي طالب مني الحدو بتاع الحصان ده وانا جبته له، وهو بدا في تثبيته في الحوائط علشان تمنع دخول الجن او الشيء اللي هو اللي كان بيأذي الزوجه عنده. فطبعا الموضوع ده كان خطير جدا وفي ليه ابعاد تانيه عندنا احنا كمعالجين، اول ما بتدخل البيت بتحس بيها او بتشعر بيها، بيبقى بتعمل عواكس كبيره جدا اثناء الجلسه او اثناء عمليه العلاج. برضو من ضمن الحاجات الغريبة جدا ان هو بيقول لك تدق مسامير في داخل الارض، المسامير تدقها في قلب الارض في الغرف او الغرفة اللي فيها الشخص المصاب او الشخص اللي هو المصاب بالمس او السحر او اللبس، بيبدأ في دق مسامير في الارضيات وفي الحوائط. يعني انا دخلت قبل كده في احد الجلسات، دخلت بيت مش عايز اقول لك اكتر من حوالي 200 او 300 مسمار في الحوائط، وطبعا للاسف صعب جدا ان انت تطلعهم لان هو ضايقهم بطريقه يعني يعتبر يعني مستموت عليهم. فطبعا من دي من الحاجات اللي هي الخاطئه ومن الحاجات المضره جدا للانسان، يبدا في دق مسامير داخل الحمامات وداخل الاوض وفي الحوائط، بيبدا في دق مسامير بعدد كبير جدا. الحاجات دي طبعا ملهاش اي تاثير، بالعكس ممكن تيجي بالسلب على الانسان المصاب بالمس او السحر او اللبس. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات الخاطئه اللي هي بتبقى بتنطلب مننا من المعالج، او ان احنا مثلا بنتوارثها من الاباء او الاجداد، لازم ناخد بالنا منها كويس جدا علشان ما تكونش سبب في مسك رزق او موت اجنة او موت اطفال او مرض احد الافراد داخل المنزل. يا رب ما يكونش طولت عليكم في الفيديو، بس اهم حاجه ان شاء الله قبل ما تسيبونا ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير لمعرفه الغير، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع كل الاصدقاء والاحباب عشان يوصل لاكبر عدد كبير جدا، نقدر نوصل لل 200 الف ونقدر نكمل معاكم المليون ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.